السلام عليكم زبائننا الكرام. طريقة ضبط الساعة الخاصة بالفرن الفول تاتش، وطريقة ضبط تأخير التشغيل للفرن فول تاتش. أولا أضغط على الساعة، أختار أريده، هو نظام 24 ساعة، 24 ساعة مو 12. حاليا أربطه على الساعة 11، ساعة 11. بعدين الدقائق أربط على، أضبط على 24. تم تضبيط الساعة خاصة بالفرن. بعدها أضبط طريقة تأخير تشغيل الفرن. أضغط على التوقيت، أحتاج نفس الوقت بس الدقائق أحتاج إنه يشتغل بالخمسين. أضغط مرة ثانية، أروح على الخمسين، بهذا الوقت لح يبدي يشتغل عندي الفرن. أنا أخرت تشغيله، هسه من أجي أضغط على العملية مال الشوي اللي أريدها أني، وأطي الوقت اللي هو دقيقة واحدة بس أنا أعتاز، وأقول له هذا هو، من أشغله ما يشتغل. شو وقت لح يشتغل؟ لح يشتغل بالساعة 11:57 دقيقة، يشتغل دقيقة واحدة بس أنا انطيت إياه. وهيك حالة هاي طريقة ضبط تأخير التشغيل بالفرن الفول تاتش. شكراً.